بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن الأمور التي حصلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم استخفاف أبي سفيان وأبي جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل وأبي سفيان وهما جالسان، فقال أبو جهل: هذا نبيكم يا بني عبد شمس. فقال أبو سفيان: وتعجب أن يكون منا نبي والنبي يكون في من هو أقل منا وأذل. فقال أبو جهل: عجبت أن يخرج غلام من بين شيوخ نبيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. فأتاهم فقال: أما أنت يا أبا سفيان فما لله ولرسوله غضبت، ولكنك حميت للأصل. وأما أنت يا أبا الحكم فوالله لتضحكن قليلا ولتبكين كثيرا. فقال: بئس ما تعدني ابن أخي من نبوتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.